لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز فلا؟ موزز. تشكرات سمبولاغا، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا يلا يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامتك الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعت 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها اتكلم في اللي بالي بالك. ها التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالتو واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. ده احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ايدكم معانا يا حبايب. يلا يا ابله ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم. حبيبي يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر. بكمرهم في الكم، ده القمر ده سكر وعسل
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إن صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا فندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا وليه؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا وليه؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعال تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. وما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطة وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا عن ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر. طلعي الخنجر ارجوك. سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك
فرمانت لا يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء انت يا زفت يا سنبل. ايوه روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام الله السلطان المعظم جايلك بعد 10 دقايق خليها تظبط اللازم. يا ملت بغدك يا هيام يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي ايه ما تعشتيش ولا ايه مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 أكيد فيه يا هيام. لازم تتأكدي إن أنت دوناً عن الـ 84 ست اللي أنا متجوزهم أنت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ أنا سبيشال كيس؟ شور أنت عندك إمكانيات يا بنتي خطيرة جداً أوبشنز خطير. أنت حنينة كمان يا هيام. أنا لما بنام على صدرك يا هيام بحس إن أنا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ أمك يا مولانا. أمك يا مولاي؟ اسمها أمك؟ ما علينا مالها أمي؟ أمك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتأخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصورة. محصورة؟ إيه المستوى ده؟ إحنا في مراحيض عمومية هنا، إيه محصورة دي؟ وبعدين ما أنتي اللي بتستهبلي، أنتي سايبة الـ 200 ألف حمام اللي في القصر وجاية عند حمام أمي. سليمان! أمي تعمل هناك إيه؟ أبداً يا سلطانة، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم. لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش منظار. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه اديها. ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكاته، انت مزغرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغى. ماليش في الرمرمة رمرمة، وماليش
جفنه عندما الغدر. سعيدة يا خواجة خريستي. يا آخر يا آخر سيب خامة كلميرة سيب خامة كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وق التوم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وق التوم. إلهي الاثنين فادر جيم كامل. ممنونك 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 فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت أمرك سيم خاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سيم حم. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحب. فضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحمد. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزح شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد اصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية ان بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لك لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله. والدنيا على كده وكده. واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ انا احبك. بص كده يا الطرف. ممدوح حبيبي. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي، انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشت من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي فرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبدا. إيه ده، بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباح، ها؟ ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول كيكو، أنا نازل مع أصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع، ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. أيوة، قعدت أقول لهم أنا نازل نازل، بس قشطة فاكس، اتحرقوا تحت في الشمس، أنزل إيه وبتاع إيه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة، أنا يعني إن شاء الله هقطعه، إن شاء الله. ما تحطيش بالك. لا أنزل قال. ايوه وليد. لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا لا لا، ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا لا لا، فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها؟ مش ناقص احراج. اوكي يلا بقى. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ تشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي، في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم؟ قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي، مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حتى قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي، بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخن؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا محظوظين فين مع صحابي يعني؟ ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. ظروفه ولا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اوي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر يا عبيطه. وفي راجل وانا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص، اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني، وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، اسمه ايه؟ انا؟ ايوه. انا لا لا مش قادره اصدق، والله العظيم ثلاثة. انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي. حاجة كاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده، انت مشهوره. كوكو مبوز، كوكو مبوز. اهو قفشت. ايه ده؟ ده بيطول. انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا فلاني، عم ابراهيم بواب، الحق كوكو بوز هتموتني بوزه. وصبر علي شايلة وشايلها في عيني. دوا ودية دوا ودية.
الشر اللي في وشي وبخاف لما بتتمشي عشيني وانت بتتعشي في ايه بالسلامة. ليه عشرة؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات ما تحمدش ربنا. تعال هنا. تعال هنا. هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه. قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابنك. انت ومراتك وابنك؟ امسك. اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد. خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. خمس ترغيفة ليه؟ انا والوليه والعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امي قاعده معاك. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ المعلم ده ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والوليه وامك ست كبيره دايلابك في معدتنا. انا عارف ازاي ما هي زي بني ادم محتاجه زينا. ان شاء الله عنها مطافح وانا مش بايع لك. عايز حاجه تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهارده. سيك يا وليه. يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا. اقفل يا ادم النار دي. يلا بالسلامه. بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا يا راجل انت قوم اقفل يا ادم الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا يا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل لا حاجة. لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم. ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده. لا 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 لا. اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه أشياء. فيه أشياء؟ وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار أبوك أسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي. قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني. وري يخرب بيتك. جبنا نستو صبحي. جبنا نستو يا معفنين. وايش فينو؟ هو عادي كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم. انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمة يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده. حنفنا في يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي.
ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين. يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النبشه ريشك ليه كده؟ ما نفشوش ليه يا خوي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تصدق بالله وحشتيني وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطلبتش معايا، ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا، ما يرلش، ده انا كيداهم ورحمة اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي، لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستأذني، لفرج عليك اهل الحارة كلهم، وما هدخلك البيت ده تاني، وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استأذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه ثانيه معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني، تحس انها مراهقه. فينك بقى يا دام؟ خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت واسط والله، انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمة حلوة كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا، في نور عينيا، كبة وكبة ومليون كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوي تيجي تلم عليك اللمة. الله يتقم منك يا شيخ. علمها معلمها 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 معلمها. في ايه يا جيف؟ في ايه؟ معلم، في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله، من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره معلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن. خلاص، ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس. اتجوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارف أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد وانت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جنيفر، بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاق يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لا مؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جنيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هوا على عيش. ده الرزق اللي بتدفعه منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهبب ايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ.
تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقولك ايه كده؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجة، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجة يا حنفي. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة كده، انت قلبتي فجأة كده ليه؟ انا بصراحة عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الايه؟ الأسرة. أسرة ايه؟ أسرة ايه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى ليه هنا؟ أسرة ايه؟ أنت عامل مصيبة ومخديها عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه يا بنات؟ يا اتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك عيب كده؟ أنا ما حدش لعب في دماغي، أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم إف إم؟ ليه يا حنفي؟ نويت إن شاء الله تغني يا حنفي ولا إيه؟ تغني ليه؟ وأنا معلم عرة، ده أنا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. أنا بصراحة هتجوز. مكفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا؟ عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه مكفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرق في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا، انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي؟ يا بنت لعيب لعيب كره يا حنفي. يا ولية بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياه بسودة مني يا حنفي. ها يا ولية يا ولية يا جهلة يا جهلة على الساعة يا ولية يا جهلة. سنيفر لوبيز لعيب كورة ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهاردة. شيختني ايه اللي حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها، خلي اليوم يعدي على خير ان شاء الله. عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقاطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهاردة اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهاردة. صوتي بقى وكده كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحني. قولي الله يتقبلك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم شيختني ايه ليلات الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز، هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بتوكه ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت انتوا ايه السفاله دي؟ ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا تعالي هنا. انباري 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 ارجعي. تعالي هنا تعالي هنا بنت تعالي هنا. انباري انباري ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو السيدة. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت بقولك تعالي. تعبت تعالي هنا بقولك تعالي. انباري انباري ارجعي. تعالي تعالي بقولك. انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسرة وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام.
النهاردة يا جماعة عرفنا خبر الموسم، المعلم حنف الفران من الشرابية رفع راس رجالة بلدنا كلهم وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الأكسنت بتاع الدولة اللي باظ، اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان، اسمها ست جينيفر، جينيفر! أنا آسف يا معلم حنفي، أنتوا مصدقين يا جماعة؟ جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران، وعلى فكرة الخبر ده حقيقي مش إشاعة، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه، ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يا حنفي مش لايمه، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. بص يا حبيبي إيه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده يعني فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي إيه؟ تعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي اديني بصيت لك ولا انا بصيت فيا انا بكلمك كده ما انا بصيت لك بصيت عيط هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي إيه؟ بص يا حبيبي إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده هكتب لك العشر فدادين اللي حلت هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نفر بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجلك يا واد. ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى اقعدي اقعدي بقى اقعدي. بص يا حنفي ايه كل شويه بص بص ولا بص فين؟ انا بص بص عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزك. اتجنني انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه في بصي دي يا بنت المجنونه يا ابني امكم جنني. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت ترفعي ارفع اقعدي بقى اقعدي بقى فلقني يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه في بصي دي وانا اعمى ونايم انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى بص بقى ايه انت النهارده هتجيب هجيب اجلك يا حالة. حد يخلص حد في الخناقه دي اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جينيفر ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكاني. ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه انا قلبي حنين هموتك بالراحه حته حته هقطعك. يا صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه انا رقبتي في جسمي قدامك؟ خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعى كيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير.
جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي. لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ايه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا قاضي؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا قاضي؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا قاضي؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا قاضي؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو ما أثرش فيك بذمتك؟ لا أثر فيا يا حنفلف، أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس أنا ما عيطتش يا حنفلف. أمال مدمعة ليه؟ أصل نور اللمبة ضرب في عينيا يا عينيا. ألف سلامة عليك وعلى عيونك يا حلوة. تعيش لي يا حنفلف. تعالي يا كيداهم نرجع عشينا جميلة كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفله؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السودا اللي وريتها لك يا حبيبي يا حنفله. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط المتهمه. يا حضره الضابط اهي كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده. انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه. كده يا حنفي كده سلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه حضره الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر. انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان تنتلو يلا يا معلم. يلا يا واد من هنا سيبونا بقى غرف ده خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. اكيد داعي عليه امه وبدا يشد.
يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر اربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر اربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعبي انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده الديلر. كان فيلم حلو قوي قوي. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون. حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده خضتني. سلامتك. اهدى انا دكتور انا دكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده. حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبل وتكلمي كويس. في ركبه بتلق فين الحته ده؟ هكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه. انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب. انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا بمنتهى الرشاقه كذب. مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كنت طالع بشخصيتين مصر. وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط. كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل. انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه. انت مجنون يا ابني. لاني جري زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث. اخد السلم كله جري. اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش. وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في العرفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه. ده انت صدعتني ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده. وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايوه فوزي مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوله طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص. وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وبيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب. يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترمي نفسك بقى. اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع. مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. خير يا راني حبيبي. سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت وكلهم ضحايا. حبيبي كاستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي
شخصيه هنا ولا هيزقونا. ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه يا كوكو؟ حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي فهم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فهم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوز. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت بتتكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه. تقف. اؤمر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء. الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتاريخ؟ انت هتمثل. هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع، ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش؟ وجبه كشري. هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. مهمية يا رانيا. بصي انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش اوريلي في حته تانية. امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب بيترد عليه. هو ايه؟ بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل للبيجامه الحمراء الراكون. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه. اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه. الله. انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي. امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر ده؟ ما تكلمني عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك. وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس يلا يلا بينا. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيك. طب جاهزين يا بيت. اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتكم كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. هيبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملتش معايا. يعني ما كملتش. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه بس؟ حضرتك تتكلم كويس. لا تتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك. ايدك. الله الله الله. معلش ايدك. ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين لو سمحت. انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو. وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ ايوه هو. انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم. ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم. موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما عطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح.
خد يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده اعرفك، مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البيت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش. لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتتذبحي. انا موافق. لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه، هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمر مع النجم اللي بتحبيه احمد الزقه. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري. بتهزر. و40 جنيه. بتهزر يا فوزي. يا فندم تاكد ان هي هتبقى عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بص بصي اللي هيذبحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. دي خطوبه. افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه. بس انت طول الليل والنهار احمد الساعة اشربي بقى. اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا انت خلي استاذ احمد الساعة ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مرمطيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيب الناس دي منين؟ ايه يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. ايه الدم يا حبيبي؟ ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد الساعة. يلا اجمدي. ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي على كده بقى فوزي عشان الدم هيتفرش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطيبتي. خطيبتي اتذبحت. اتذبحت. ايه يا هبله؟ قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش. فاكر. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطه الشلال. حبيبي حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 وحش. يا استاذ احمد استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرم انت من دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري.
صابت وثابت انا 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 وفاخر بده بابيري نابطش طول السنة واحشني يا سريري. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار 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 ده بجد لا مش هبل مش هبل علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار ده بجد لا مش هبل مش هبل عشان كده انا مغوار مغوار. لاجل القانون اعمل مجنون واتحدى اي حرامي في الكون. اديني مزد على التليفون تلاقين انا وغيري عصم لي للميري عصم لي للميري. يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دون انا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بين مهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيه. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغور من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك دي وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ طب وكده ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا ملها من ببلمه ليه كده؟ يلا يا ادمن انت، يلا يلا. حقك يا عمر. كله متشكر. الاول كله الاول هم نفسكم وحبوا. فزي. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمر. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادي امليك، هو دي زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. انت
تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده اعلي صوتك، فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عمتك، استنى قاعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا لهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، مع اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. هات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خير ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك، اكلك ستروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبي. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده، ان شاء الله هيولع ان شاء الله. ما تمشي بقى التاريخ واقف في بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان، سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايه ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري، انا بحب اللحظه دي، انا بحب اللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين، اسمعي كلامي. فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وقت عينك في الصيف قوي بتخنق ده، اسمعي كلامي. دي لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد، دي البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي، اسمعي كلامي. وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تسطري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليا بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني الراجل ده هو حياة النبي، حياة العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي، عايزه تخين دي اسمعها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا
ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر. وريني هتعمل ايه الطربوشك ده. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هون، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك الفندس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي عمدي سبع ولا ضابع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب. انا عايز اسألك سؤال. ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا بأسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليك نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني. اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبه. امبوسيبل. يا رب يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. اقومها بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلك ايه؟ انت مش عارف ستك نازك. ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي. ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه. ايش قال ماني؟ انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟ انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق. ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه، ابعدوا عني ابوس ايديكوا عايز خلفه نضيف، يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. اتصلت النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى. المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب. بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها. بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده هي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنت الحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. عروسة وعرسها سلم
هاي، اي ام دون سلامة سردينا، رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي، ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، وجدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بودي جارد، ماي رايت آرم، دراع اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئياً بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وإخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيبت. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضاضة. ايوه العرس العضاضة، العرس العضاضة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال، ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاتح في الشارع اللي ورانا. متولي سيدي، أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش أكتر، أجمد يا معلم. يا متولي، أنت متأكد؟ طبعًا. لا لا، اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت المايفازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي، وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا، كويس انه غرب 60 داهية. انا كنت بعجب بيك من زمان، بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينا، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود، اطفال. اوكي يلا بينا. استنى الصحفيين، لو سمحت اقفوا جنب بعض.
كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينة، وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل ان يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وذاع صيته في العالم كله، واصبح على رأس قوائم الارهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مره الرصاص يتحط في الثلاجه بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي يا له. من ورا حته، قولي لي سعيده معايا اكتر ولا كنت سعيده مع سردينه؟ معاك انت اكتر يا حياتي. شكلك منافقه. شايفه الواد رومي احسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي ايدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانت طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب بقولك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص هي كسبانة. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجه؟ بقول لك ايه،
في رجل من رجالتي هيقولك دلوقتي خبطوا عليك بعد ثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعتلي دماغتهم خونة. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه واد في الوليه اللي اتقطعت للصين؟ كله تمام يا بص. مية مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحده تانية. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي. لف يا حلوه، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقه عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو، قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟ اخت المعلم سردينا. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينا، وما جايب المعلم سردينا. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. اتغنداري اتغنداري ما شاء الله. انا اول مرة اعرف المعلم سردينا الله يرحمه، دي اختي بالحلاوة دي. لا ده من زمان. امريني يلزم خدمة؟ غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني، ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا، والله يعني أنا كان عندي استعداد بس مش للدرجة دي، بصراحة مش للدرجة دي. سنتياجو! أيوه! يا حلال استني أنا هكافئك. تعالى سنتياجو، تعالى شوف القمر. مين دي؟ ده أخو المعلم سردينا، كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل شيل. افرح افرح يا عروسة. راح سيدة الأقمار السوداء. لا سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن، روح حتة تانية. لا يا حبيبي، أنت مش عارفني ولا إيه؟ مش واخد بالي. مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا، زارتنا البركة أم المعلم سردينة، عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني، والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص، ده الليلة السودة دي. سانتياغو! عيني! ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي، هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، نورتينا، خدها من خلقتي بقى. دي ختمت قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفيه. سانتياغو! ايوه دور لي وشها، دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينا، كله الا كده، مش هقدر مش هقدر. تقيل ومافيا وعايش عافيه، ولا عندي رحمه ولا دم. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام، صام في الحريم صام. سلاح بفتخر وبقول من عيلة كبيرة، مامتي طنط نيفين. أنا تاجر سلاح بفتخر وبقول من عيلة كبيرة، مامتي طنط نيفين.
ابو بيعمل مش بتاع بعبع والله انا بعمل مش بتاع بعبع فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس بس ده دمار شامل وعنيف. يا هانم انا مقدر مشاعرك بس عايزك تتماسكي وتتملكي اعصابك شويه علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزها حضرتك تعرف إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلاميني. أيوة كان بطل ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنه. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في اربعه مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيله ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا. نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي تقيل جدا جدا والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني. نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو سيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك. ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك
حكايات وأساطير. كله إشاعات، أقسم لك كله إشاعات يا فندم. إيه الكلام ده؟ قالوا لي عنك إنك محارب. يا فندم محارب إيه؟ أنا أصلاً مش مقتنع بالفكرة. سوري يعني، خلينا نتكلم فير. إزاي إحنا نترمي في المعركة عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش إيه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. إيه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر فندم. نفذ يا فندم. حاضر فندم. سيب بس. نفذ. سيب لحدك حاجة. يلا. مقتنيات الدولة بس. يلا. حاضر فندم. بقى عصبي أوي. يلا. ألفت. هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي مرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي. مرسي اوي. يلا هولفت. ايوه اوكي يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي بيحصل؟ يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعا، هم أصلا من جلاندبروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فالر كان لعيب كورة. تشابه اسمي. ريالي ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف قاعد يا انت بقى. وادرس القوي. ها يا دي بوزك الفقر والنحس او زبط القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا لا لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ اعمله ظهري. اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حراوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ منين ده يا حلواني؟ ما انت تبعنا. من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سقف رقبتش ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل الواد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا. يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدع عندي اول حرب ليا ومش العب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الكود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض، ابعد ياض. ترزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله وده كمان يا نهار اسود. دلوقتي سايد انا ب 60 ده كان نصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه قاعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر توكلنا على الله. غطوني ها، يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم انت بتشيعني؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع وتهرفع وحدوني.
يخرب بيتك على 100 متر سلك. حلواني ايوه اهو حلو كده. طب ساعات وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب بصوره طريه اهو حلواني في وسط الحرب. ها حلو اهو اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده اهو. انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم ربيع ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها. بس شويه بس ثانيه هننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق صح؟ ايوه كده شكلك شقيه. حلواني انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك. هو انت حضرتك بتشمر ليك وممك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي وانا حذرته ايام حذرته بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. أنا هحكي لحضرتك. إحنا في يوم من ذات الأيام كنا قاعدين في الفيلا لا بينا ولا علينا فجأة طبوا علينا. حلو قوي كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستصرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك إيه يا إكس؟ إحنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي لا يا قمر انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها فهمتوا؟ انا اللي بديرها مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبست في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا يلا يا تفاوض من هنا يلا يا احمد برا. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لاكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لاكس نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعه. بص بيبي. على ايه بتطور وعلى هيرو محسوبكم اكس
دلوقتي مفيش غيره ما يعرفوش ان انا مرحوم. هلعبهم بالنار يا عيوني وهتصرف بعد ما قتلوني اسيب حقي يعيب الشوم. على ايه بتدوروا على هيرو محسوبكم اكس مفيش غيره ما يعرفوش ان انا مرحوم. هلعبهم بالنار يا عيوني وهتصرف بعد ما قتلوني اسيب حقي يعيب الشوم. يا عم والله الهيرو بالله تحتاج له بس حاسب له التاك. يا عم والله الهيرو كبلة تحتاج له بس حاسب له التاكسي تاكسي 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 تاكسي. الكابتن اكس الكابتن اكس بيرفكس الكابتن اكس. يا برنسي وحياتي مليانة بساسبنس شغل وفي الاكشن دايس. انا واد رجولة اسد منخش مين في شجاعتي وما تطخش اموت 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 ولا عيش مايس. جيناتي حامية ونار يا برنسي وحياتي مليانة بساسبنس شغل وفي الاكشن دايس. انا واد رجول اسد منخش مين في شجاعتي وما تضخش اموت 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 ولا عيش مايس. انا والظلم لقدمت ميكس انا والظلم لقدمت ميكس انا والظلم لقدمت ميكس انا والظلم لقدمت ميكس. Captain X. I'm Duff McKellen X. Captain X.